وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الصيدلي مع الدكتور وائل علي. كعادتنا احنا بنتابع معاك وبنستثمر معاك في صحتك، لان صحتك هي اهم ما تملك واهم ما نملك. في تفاصيل كتير جدا في الطب وفي الصيدله وفي الدواء، يعني نعتبرها معقده شويه، صعبه شويتين. احنا دورنا هنا ان احنا نبسطها على قد ما نقدر. مش بس كده، احنا عايزين نحافظ على حياتك كمان، ونحافظ قد ايه هتعيش وتعيش كويس بعد اذن ربنا سبحانه وتعالى. لقينا من اكتر الحاجات اللي حدث فيها للاسف موت في مصر السنه اللي فاتت، 34% من سبب الوفاه كان في حاجه اسمها اسكيميك هارت ديزيز، او امراض القلب، وان الدم ما بيمشيش في الشرايين بشكل كويس وبشكل صحي. يعني دلوقتي مقبول جدا جدا تبص تلاقي واحد واقف بالعربيه في وسط الشارع، اي نعم هو ملوش دعوه بالناس اللي وراه والدنيا مقفوله مفيش مشكله، هو عمال يزمروا له مفيش اي مشكله، لكن في الدم، لكن عند ربنا مفيش كلام ده، لانها لو وقفت هتوقف الدم، فبالتالي الدم لو ما وصلش للعضو اللي بعد كده اللي هو زي الهارت القلب او للمخ، هيحصل حاجه اسمها اسكيميك هارت ديزيز، وهيموت الانسان في الحال. انتوا متخيلين؟ انا مش بخوفكم، بس هو ده عنده سبحانه وتعالى بميزان، كل حاجه بميزان. عشان كده احنا هنتكلم النهارده على حاجه مشهوره جدا احنا بنسمع عنها كتير، كوليسترول، اللي احنا بنشوفه دلوقتي اسمه كوليسترول، والترايجلسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه. كتير جدا جدا ممكن تبص تلاقيه مش عارف الفرق ما بينهم. احنا النهارده هنعرف الفرق ببساطه ونشوف العلاجات والادويه الموجوده في السوق ايه هي وبتعالجنا ازاي. الكوليسترول غير تماما الدهون الثلاثيه، مختلف تماما عنه. تخيلوا، مع ان كتير جدا لك كوليسترول كوليسترول، عاملين نسمع عن الكوليسترول كتير جدا جدا. طيب خلينا نشوف الصور بعد كده ايه اللي بيحصل. كوليسترول ترايجلسرايد، خدت بال حضراتكم، او كوليسترول والدهون الثلاثيه، الفرق كبير جدا في التركيب ما بينهم وبين بعض. الكوليسترول ده حاجه بنسميها زي الاسترايدز، زي شغل تاني خالص وتركيبه تانيه خالص غير الترايجلسرايد اللي بيتكون من الجليسترول والدهون الثلاثيه، حمض دهني. تمام، خلينا نشوف الفيديو اللي بعديه. ايه الكوليسترول وبيعمل ايه في الجسم؟ الكوليسترول هو مهم جدا؟ هو حاجه وحشه؟ لا، الكوليسترول مهم جدا. هو انا مش عايز كوليسترول وحش، ابعد عني؟ لا طبعا. الكوليسترول مهم جدا في ايه؟ في حاجه اسمها بناء السيل ممبرين، وهو جدار الخليه. يعني ايه خليه؟ يعني المبنى اللي حضرتك فيه ده مكون من طوب، صح كده؟ وحده بناء المبنى هو طوب. الكرونري ارت ديزيز، او اللي بيسموها الجلطات اللي موجوده في الشريان التاجي. طب تعالوا نشوف، نكمل بقى معانا برضو الرحله. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ طب انا هعمل ايه؟ طب انا احلها ازاي؟ في نوع بيسموه الجود او الكويس، اللي هو الاتش دي ال. بقى الاتش دي ال ده بيعمل ايه؟ بياخد الزياده من اللي في الشريان، الدهون الموجوده في الشريان وموجوده في الكبد، ويرجع بيها من الشرايين، يرجعها للكبد. يبقى في واحد، شوفوا النظام، في واحد بياخد من الكبد للجسم عشان يخليني اعيش، لكن الزياده منه بيعمل مشاكل، صح كده؟ وفي واحد بيشيل من الشريان وبيشيل من الاكسترا اللي موجود يوديه تاني للكبد. شفتوا الشغل؟ كل واحد عارف شغله كويس جدا. ال دي ال بياخد من الكبد ينزل على الشريان عشان يمشي على بقيه الاجزاء بتاعت الجسم، لكن الاتش دي ال بياخد من الشريان الزياده عشان ينظف الشريان اول باول. طب تعالوا نشوف الفيديو اللي بعد كده بنتكلم فيه على حاجه مهمه. كل سمك، كل خضار، خدت بال حضرتك، وقف الدهون يا سيدي لمده شهر، اجري اتمشى شويه، الحاجه تنزل شويه في السوق نص ساعة راحة جاية، اضحكوا على نفسكم عشان تلاقوا صحتكم. عارفين يعني ايه تضحكوا على نفسكم؟ انا هنزل هروح مشوار وارجع تاني، ده هيفرق جامد جدا جدا في صحتك. اذا كوليسترول هو صعب جدا، وهو سبب رئيسي في لا قدر الله الوفيات، لكن كمان العلاج منه سهل. خد بالك، اللايف ستايل اتغيرت وخلاص، رجعنا للليفل بتاعنا، اوكي. طب الدكتور قال لك لا لازم تاخد علاجات. العلاجات بتاعت الكوليسترول يا جماعه دي نصيحه، اكثرها ما بيفيدكش الا لو لا قدر الله انت محتاجها وفي خطوره على القلب، وده قرار دكتور ولازم ياخده معاك. مش بتفيدني يبقى خلاص لا. لو اللي هيفيدك اكتر اللايف ستايل، واللي انت تجري واللي تتنطط واللي انت تخس واللي انت تاكل اكل طبيعي، لازم تاخد بالك. في بعض الادويه من الحاجات اللي بتعالج الكوليسترول بتلاقي ليها سايد افكت. ايه هو السايد افكت المشهور؟ عظمك وجعك، عضلاتك مش قادر، ده سايد افكت عادي. لون البول بيتغير شويه، ما فيهوش اي مشكله في هذه العلاجات. مهم جدا تاخد بالك لانه هو سبب رئيسي لا قدر الله في الوفيات. كوليسترول غير الترايجلسرايد، العلاجات لازم تتشك على الاقل سنه، على الاقل كل سنه مره واحده. هو ده اهم حاجه لازم نعرفها، واهم اعراض بنلاقيها مع الكوليسترول. خلونا
ننطلق إلى الفقرة القادمة مع روجيتا عقارية جديدة ومع المهندس محمد أبو العنين، وهنتكلم النهاردة على إخواتنا اللي اتصلوا بيا وقالوا لي وائل إحنا قاعدين في قانون جديد ونفسنا نتملك، هنتملك إزاي؟ فخلونا نشوف حل لهذا الموضوع بعد الفاصل. خلونا نطلع فاصل ونستقبل المهندس محمد أبو العنين وروجيتا عقارية جديدة. اهلا وسهلا بحضرتك، ورجعنا مره تانية واستقبلنا المهندس محمد ابو العين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. وهو عضو مؤسس في اتحاد مطوري التجمع الخامس ورئيس مجلس اداره شركه زين العقاريه. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على كان اوفر زين مقدماه اللي هو ب 250,000. مظبوط. انا جالي تليفونات كتير جدا بخصوص هذا العرض، بس كان في حاجه مشتركه في اكتر من اتصال في الموضوع ده، ان دلوقتي انا فوجئت، انا كنت اسمع عن كده بس المره دي فوجئت بشكل ان في ناس زملاء كتير وناس كتير ساكنين دلوقتي في قانون جديد. مظبوط. قانون جديد انتشر بشكل كبير لان الناس مش معاها اللي هي تتملك بنسبه اخرى، يعني لو سالت اي حد يقول لك لا انا عايز اتملك نفسي بس امكانياتي مش قدها. فبصراحه المشكله اوكي احنا ممكن نتصرف في المقدم، بس دلوقتي ان انا ادفع قسط وادفع كمان الايجار. بص انا دخلت لك المره دي على طول بكلمك على طول لان انا بصراحه من كتر الاتصالات لقيت الموضوع ملح. مظبوط. وبيني وبينك موضوع، هل بقى حضراتكم في زين عندكم حلول؟ يعني انتوا شفتوا الموضوع ده ولا لا؟ وهل ده فعلا بتلاقوه معاكم ولا لا؟ خلينا اكد لحضرتك الاول ان فعلا احنا برضو جالنا مكالمات كتير جدا، ومن ضمنها مكالمات العملاء بتشكرنا ان احنا حاولنا نوضح لهم الرؤيه بان امكانياته اللي هو معاه ال 250,000 المقدم متوسط 250,000 وال 10,000 جنيه متوسط كقسط شهري، ما كانش عارف ان الامكانيات اللي معاه دي يقدر يتملك بيها وحده سكنيه في القاهره الجديده. لكن احنا زي ما بندور على العميل اللي هو اوريدي ساكن وعايز ينقل بعد فتره قريبه، او العميل اللي هو اوريدي قاعد بره مصر، خلينا برضو ما ننساش الفئات او الشرايح اللي احنا بنخاطبها كلها، اللي هي من ضمنها كمان العملاء اللي حضرتك اتكلمت عنها، اللي هو بيبقى قاعد اوريدي في قانون جديد او قاعد بيدفع ايجار وعايز يشتري السكن بتاعه اللي هو يبقى ملك ليه، بس الالتزامات مش قادر يوفق ما بين الالتزامات بتاعه الالتزامات الشهريه اللي عليه مع الاقساط. يا باشمهندس كتير ملايين. مظبوط. يعني ملايين، انا اظن واحنا بنتفرج هتلاقي ملايين يقول لك انا ده حقيقي. ده حقيقي، لان هو طبعا الدنيا صعبه والكوفيد 19 كمان صعبتها على الكل. بالظبط، ظهرت اكتر كمان حته اللي هو التوفيق في الالتزامات الماليه مع ظهور وباء كورونا السنه دي، واحنا كان لازم بدورنا كمطور عقاري ان احنا نوفق النظام مالي يساعد الناس في ان نتحمل معاهم جزء من الاعباء الماليه او نشيل من على كتافهم شويه حته الاعباء الماليه دي، بحيث ان هو يقدر يشم نفسه فتره طويله وفي نفس الوقت يبقى قادر يوفق بين التزاماته الماليه مع الوحده اللي هو هيشتريها. بالظبط، لان دي نقطه مهمه. يعني دي برضو احنا عايز اشوف حلول حضرتك. وكمان مش هضحك عليك، انا كمان المشكله كمان في يعني في القانون الجديد انا بدفع غير مصاريفي، بدفع ايجار وبيزيد عليه كمان، وبيزيد عليا كل سنه من 5-10% حسب الظروف. مزبوط. وبعد سنه ولا اتنين ولا بعد شهر يقول لي ممكن تطلع اطلع، في حين ان هو يقدر يزرع في ارضه، يعني يدفع الرقم ده. حلو قوي الكلمه دي، يزرع في ارضه. مظبوط. طيب ازاي بقى يعني هنساعد الناس اللي هتزرع في ارضها؟ ده دور المطور الشاطر والناجح. ان هو يقدر يوفق ما بين الاحتياجات بتاعه العميل بتاعه والشريحه اللي هو بيخاطبها. صحيح. مع الامكانيات بتاعته، وفي نفس الوقت يظبطها مع المنتج اللي هو المنتج العقاري اللي بيقدمه. فاحنا استحدثنا نظام موجود عندنا نحل بيه مشكله لقاعده كبيره جدا من العملاء بتعاني من المشكله دي. كويس. وان هو يقدر يدفع مقدم فقط، ونقدر نريحه لاكثر من سنه او سنه ونص من غير ما يدفع اي التزامات ماليه عليه، كنظام سداد او كنظام مالي بيقدم ليه راحه ان هو يديله فرصه انه يشم نفسه ويرتب اوراقه ويظبط اولوياته، وفي نفس الوقت لو عنده فرصه ان هو يقدر يبيع حاجه يبقى عنده براح من الوقت ان هو يظبط الدنيا دي، وفي نفس الوقت احنا بنشيل معاه الكفه، بنحسسه ان احنا برضو معاه في نفس الموضوع. يعني معلش بنفكر بدماغه واحده واحده عليا. يعني انا دلوقتي قاعد بتفرج على حضرتك وقاعد في قانون جديد وعايز انقل في تمليك. مظبوط. انت بتقول لي دلوقتي اعمل ايه؟ هتدفع واحد اتنين. هتدفع مقدم وممكن تقعد فتره من السداد منقطع عن السداد تمام، مفيش اي اعباء عليك ولا اقساط ولا دفعات يعني ولا اقساط شهريه ولا دفعات سنويه لمده سنه او سنه ونص كمان. يعني انا هدفع لحضرتك كشركه زين. مظبوط. المقدم. مظبوط. ثم بعد كده هتريحني من سنه لسنه ونص حسب النظام. بالظبط. صح كده، وابدا ادفع اول قسط بعد السنه ونص. صح. بالزبط. طيب طب اولا اول سؤال هيجي لي او يجي لاي حد بيسمع، طب يبقى معنى كده الاستلام امتى؟ الاستلام عندنا متوسط من سنتين لثلاث سنين.
من سنتين سنتين يعني متوفر فيه مساحات كتير كمان، يعني النظام ده متوفر في كذا مساحه. بس خلينا نتكلم جزء جزء. يعني انا دلوقتي هدفع المقدم صح كده، وبعدين هدفع اول قسط بعد سنه ونص للسيده، مظبوط، وبعدين هستلم من سنتين لثلاث سنين صح كده، مظبوط مظبوط. طيب ده الجزء الاول. طيب انا طب ايه اللي استفدت انا كده؟ طيب انا استفدت ايه كعميل؟ استفدت النهارده ان حضرتك انت بتدفع مقدم، مثبت سعر الوحده بتاعتك على السعر القديم، وعندك انت خلاص، انت يعتبر انت بمجرد توقيعك على العقد انت النهارده ثبتت سعر الوحده بتاعك على السعر اللي انت اشتريت بيه، وفي نفس الوقت مريح نفسك لمده سنه او سنه ونص. لو عندك اي التزامات في موضوع الايجار بتاعك انت ما فيش حاجه تانية بتبقى عامله عليك اعباء او حمل زياده. اوكي، طيب المقدم بيكون في حدود كام يعني؟ هل نفس السيستم؟ متوسط 350,000. اوكي، متوسط 350,000. 350، احنا بنتكلم في اسكان متميز واسكان فاخر صح كده؟ اسكان متميز. يبقى انا كده بدفع مثلا اولموست في حدود 350، ثم بعد كده انا كده ثبت سعر الوحده على يوميها. ده اللي حضرتك عايز تقوله بالظبط. طب كويس، يعني انا معنى كده ان انا بعد وبعد ما استلم الشقه هيكون زادت يعني في حدود قد ايه مثلا؟ بالظبط ثمنها بيبقى فيه اوريدي كده زياده سنويه يعتبر على سعر العقار، ده طبيعي طبقا اللي احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في زياده العقار في الاسعار، وعرفنا ان العقار يكسب عن الذهب وعن العمله الصعبه بالظبط المره اللي فاتت. انا فاكر جدا تمام بالظبط. فده متوقع طبعا، انت طول ما في متاح وطول ما في اقبال على الشراء الاسعار عندك بتزيد، وخصوصا في منطقه هي زي ما طرحنا نتكلم عليها اللي موجود فيها النظام ده او متاح فيها الفرصه دي، اللي هو يعتبر حي بيت الوطن او مشروع بيت الوطن، مشروع كبير جدا طبعا. قبل بيت الوطن عشان انا عايز حضرتك تشرح لي شويتين بيت الوطن. احنا عندنا ارقام تليفونات بدات تظهر، ارجو التواصل فورا بشركه زين علشان نسال على عرض الايجار الجديد للتمليك. مظبوط صح كده؟ مظبوط. الايجار الجديد للتمليك هو ده العرض اللي حضراتكم مقدمينه النهارده، ان ازاي انا اكون عايش في قانون جديد وعايز اتملك الوحده، فاتوجه فورا لزين باتصال فورا دلوقتي عشان خاطر اشوف حكايه هذا العرض صح كده؟ مظبوط. طيب انا بتكلم على اسكان فاخر واسكان متميز طبعا، ومساحات متميزه كمان في التجمع الخامس. مظبوط، في القاهره الجديده. تمام، في حي بيت الوطن. مشروع بيت الوطن، مشروع بيت الوطن ده فين بقى بالظبط؟ في التجمع يعني. احنا شفت التجمع طبعا كلها سوبر يعني، خلينا نتكلم بصراحه. تمام، احنا خلينا احنا معانا نموذج برضه عشان العميل يبقى متخيل معانا وضع الوحده، لان الوحده متميزه جدا بمساحه متميزه جدا. اما المساحات بقى وضعها ايه؟ المساحات احنا عندنا مساحات كتير جدا ممكن توصل ل 250 او 300 متر، ولكن احنا النهارده جايبين نموذج. لا خلينا نكون دقيقين مع الناس، يعني اللي انا بدفع مثلا 350 دلوقتي. تمام، يعني انا عارف ان انتوا كل بيتكم واحده ده حقيقي، وانت عارف احنا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ما شاء الله عليكم، ما حدش بيطلع هنا الا ما نكون متاكدين 100% اللي هو حاجه محترمه وفيري سوبر يعني. انا واثق كده، بس خلينا انت برضه فيري كونسايز مع الناس. ال 350 انا هدفعهم وهقسط عشان كم متر؟ احنا عندنا مساحات يعني انتوا عملتوا المساحه النظام ده، النظام ده هنقول متوسط مقدم 350,000. ولكن النظام ده متاح في المتوسط ده يعني ابس اند داون، يعني بيطلع معاك او بينزل معاك على حسب وسط. على حسب المساحه. تمام، ولكن احنا معانا النهارده مثلا مساحه تعتبر من المساحات المتميزه جدا المتوسطه اللي هي 180 متر، ودي مثلا ينطبق عليها. لا هي 180 مش متوسطه يا عم، ما شاء الله. لا مساحه كويسه جدا. مساحه كويسه مش متوسطه، ده كتير يعني، مساحه كويس بالذات بالظبط اللي عايز يوسع على نفسه، قاعد في غرفتين وعايز يزود المساحه عنده شويه، او عايز ينقل السكن بتاعه حاجه اكبر. يعني السيناريو ده على 160 180 متر بالظبط صح كده؟ بالظبط. طيب ورينا بقى حضرتك ال تمام، احنا معانا نموذج للوحده 180 متر ينطبق عليها النظام ده، ويمكن على فكره الوحده دي كمان متوفر فيها شروط السكن او اسس السكن أوكي. الصحي اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقات اللي قبل كده. تمام. احنا عندنا النهارده الوحده دي 180 متر. لو هنتكلم مثلا دلوقتي في ده الانترنس بتاع الشقه، احنا عاملين موفرين الخصوصيه بالظبط، احنا موفرين الخصوصيه في الوحده وتوزيع الفراغات كل ما هو مناسب للسكن الصحي. انا عاجبني جدا حته بص حضرتك، يعني انا قلت لك ليك فلسفه في السكن وده جميل جدا، لما اتكلمنا على السكن الصحي ودخول الهواء ودخول الشمس، انا بصيت لقيت في قرارات بدات تتكلموا على ان الشمس لازم تخش. ده حقيقي الحمد لله. الحمد لله، ده حاجه جميله، ده سبق جميل جدا. ده حقيقي، لان هي مهمه جدا زي ما قلنا، مش قصه معلبات وبنقعد فيها وبس بالظبط. براعي السكن الصحي اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده في الشروط اللي طالعه دلوقتي، انه يمكن زي احنا ما اتكلمنا بالظبط في حلقه من ثلاث اسابيع بالظبط، انا شفت القرار ده، انه النسبه بتاعت المباني ما تزيدش عن 70% من مسطح الارض، وان الشمس لازم تدخل للسكن. يعني ده شيء جميل جدا بالظبط، كل شروط يعني روجيتا العقاريه كانت في السكن الصحي مظبوط، وال يعني اللي هو يعني انت اللي بتقولوه بتعملوه بالزبط. يعني ده حاجه جميله. فاحنا عندنا النهارده دي الوحده 180 متر زي ما احنا شايفين، ده احنا عاملين مدخل خاص للوحده. اوكي، ده بيدي برضو نوع من انواع الخصوصيه، زائد ان ده حمام الضيوف، يعتبر قريب جدا من مكان المعيشه او مكان
الاستقبال بتاع الضيوف، زائد ان الوحده كلها بالكامل تعتبر بانوراما، يعني الوحده بالكامل كلها متهويه يعني استغليت الفراغات وبحري. بشكل 100% ما لقيش عمود كده في النص طالع لي بوظ لي اللي ورا واللي قدام، صح كده؟ زي ما حضرتك شايف يمكن حتى الطرقه ما فيش تهدير في المساحات، طرقه صغيره جدا. انا عندي المطبخ انت كمان، انت عامل كوريدور صغير الاول وبعد كده حمام صغير وبعد كده الريسبشن الكبير، صح كده؟ ده حمام الضيوف اوكي اللي بيخدم يعتبر الناس اللي قاعده في الريسبشن او العملاء او الناس اللي جايه زياره اللي هم غير سكان البيت. يس تمام. والمطبخ هنا دلوقتي ده يعتبر مع جناح الخصوصيه، جناح اوض النوم أوكي. علشان برضو يدي خصوصيه اللي هي الست البيت اللي ان هي تبقى بتتعامل في المطبخ او بتتحرك جوه البيت بعيد عن الضيوف بمنتهى الاريحيه. كويس جدا. يبقى ده المطبخ بتاعنا، والحمام بيخدم غرفتين النوم، ودي غرفه نوم الماستر بقى، الماستر بيدروم ومعاه حمام وفيها الحمام. تمام. زي ما احنا شايفين برضو توزيع الغرف كلها مع ريسبشن يعتبر على الواجهه بانوراما بحري، وده بيدي افضل حاجه في التهويه وفي الشمس ودخول الشمس. والحمامات توزيعتها كلها مع المطبخ يعتبر على المنور. تمام. طيب النموذج ده موجود في بيت الوطن؟ مظبوط، صح كده؟ موجود بالظبط. بيت الوطن ايه اللي يميزها بقى في التجمع الخامس؟ يعني بيت الوطن اللي يميز منطقه بيت الوطن، اولا ان اخر امتداد عمراني زي ما اتكلمنا قبل كده في منطقه القاهره الجديده، اوكي، واقرب امتداد عمراني للعاصمه الاداريه يعني اقرب امتداد عمراني من القاهره الجديده للعاصمه الاداريه. يعني هي اقرب للعاصمه الاداريه في النص، واخر فرصه استثماريه للعشر سنين الجايين في القاهره الجديده. اوكي. دي فعلا الفرصه اللي عايز النهارده يعوض فرصه الشويفات اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. أيوة. لما كان المتر ب 3.5 بقى ب 16 انت بتقول لي بالظبط، يقدر يعوض ده في منطقه بيت الوطن. اوكي. وحته النهارده برضو الشغل اللي معمول في الطرق وحركه الانفتاح الكبيره جدا اللي معموله في الطرق ووفرت على الناس حركه وسيوله جامده جدا، مخليه ان الدنيا كلها بقى فيها ترابط وقريبه من بعض. ده حقيقه. وهنيجي نشرح الكلام ده لتميز منطقه بيت الوطن كموقع. النهارده احنا اللي احنا شايفينه. بالظبط. احنا موقع منطقه بيت الوطن النهارده زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. وعندنا ده هنا، ده منطقه بيت الوطن اهي. اوكي. النهارده انا عندي ده شارع 90 زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. ده العمود الفقري اللي احنا قلنا عليه، صح كده؟ بالظبط كده. انا فاكر. بالظبط. مذاكر اناتومي كويس. التشريع ده. اوكي. النهارده اللي نور معانا اصفر ده النهارده مشروع، ده شارع 90. اوكي. وده ماشي فيه مشروع قومي الدوله ابتدت تتحرك فيه مع نهايه 2019، ومتوقع ان هو يتم تشغيله على مدار الثلاث سنين الجايين. وده مشروع المونوريل. وفي مشاريع كتير. اني مشروع فيهم؟ مشروع المونوريل. المونوريل رائع، وسيله نقل صديقه رائع. للبيئه. انا شفته في ماليزيا وشفته في دبي. مظبوط. بصراحه لما شفت الصور المبدئيه حاجه رائعه جدا والله، اقسم بالله كلها رائعه. انا كنت في ماليزيا وتمنيت من ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى في البلد بيتعمل. عندنا حاجه زي كده بيتعمل. احنا في خلال 3 سنين جايين هيبقى في تشغيل للمرحله الاولى، وده على فكره مربوط كمان من اول جاي من عند استاد القاهره، وده هيعدي على بيت الوطن وهيعدي على التجمع. ده مدخلنا لغايه العاصمه الاداريه، لغايه محور بن زايد، وداخل العاصمه الاداريه. هو جاي عند الاستاد من عند الخط الثالث لمترو الانفاق. هو رابط كل الدنيا ببعضها. تمام. بيعلي النهارده من معدلات التنميه في منطقه بيت الوطن. كويس قوي. يعني انا قبل ما هستلم الشقه هيكون كمان المونوريل ان شاء الله خلص. بالظبط. النهارده وسائل المواصلات موجوده. اوكي. تمام. نفس القصه منطقه بيت الوطن، التميز بتاعها النهارده حدودها بقى يعتبر من قلب القاهره الجديده من قطاع اللوتس. اولا هي ليها قطاع خدمات بالكامل منفصل ليها. أوكي. اللي هو الاخضر ده محور الفيو زون. تمام. والنهارده لو قسناه من قلب القاهره الجديده اللي هو قطاع اللوتس، 3 دقائق تقريبا من طريق السويس فوق شمالا، طريق السويس دقيقتين، 90 الشمالي دقيقة واحدة، محور النوادي دقيقة، قريبة من كل حاجة. من كل حاجة. الدائري الأوسطي حدود بتاعته كلها محاور رئيسية تبعد عن قلب القاهرة الجديدة كلها متوسط 5 دقائق. كويس جدا. هندسة عايزين نساعد اخواتنا، هنعمل ايه في زين عشان خاطر انا احول من اي حد عنده فرصة ان هو النهاردة يدفع مقدم في المتوسط اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا هنشاركه النهارده الاعباء الماليه بتاعته لمده سنه او سنه ونص، يقدر يقعد من غير ما يدفع اي حاجه خالص ويبقى قرب على الاستلام بتاعه. كويس جدا. تمام. أوكي. فدي فرصه انا شايفها. اولا انت بتحافظ على قيمه فلوسك وعلى معدلات النمو بتاعها، وفي نفس الوقت بتوفر الفلوس بتدفعها في الايجار بتدفعها في ملكك. طب قول لهم رساله بقى في الكاميرا بتاعت حضرتك، انا مش دعوه، كلمهم انت. اي حد هيشرفنا طبعا من طرف الدكتور او من خلال البرنامج اكيد هيتعامل بنفس النظام السداد ده، ولو في فرصه اكبر من كده كمان نقدر نقدمها للمشاهد هنقدر، مش هنتاخر ابدا يعني. تمام يا باشمهندس. انا والله من كل قلبي هقول لكم حاجه، مفيش حاجه في الدنيا بتيجي الا بزنقه، خلينا نتكلم بصراحه. بس انت لما تستثمر في حاجتك احسن ما تستثمر في حاجه غيرك. خلينا نتكلم. طبعا الناس اللي بتاجر جديد هيزعلوا مني دلوقتي، بس انا بتكلم بجد. طبعا انا عارف ان الموضوع محتاج طاقه شويه عشان تبدا فيها، والموضوع صعب مش سهل، لكن ابدا فورا وخطط واتصل بزين، لان الناس دي ناس محترمه وعارفه بتعمل ايه. سكن صحي
وكمان شمس هتخش وكمان انت تستثمر من اول يوم. اشكرك شكرا جزيلا باشمهندس محمد، وان شاء الله على وعد اللقاء في روجيتات عقاريه جديده دايما ان شاء الله باذن الله. طبعا كان معانا الباشمهندس محمد ابو العين في فقره من روجيتا العقاريه مهمه جدا جدا، ليه تسكن في ايجار مع انك ممكن تسكن في تمليك؟ خلونا نطلع فاصل ونستقبل معانا مسج تو مسج، ونتكلم على ازاي نقدر نساعد الاقتصاد المصري ان هو يقوم اكتر واكتر. في امريكا 65% من الاقتصاد الامريكي قائم على حاجه اسمها سمول اند انترميديت بزنس، يعني الصناعات الصغيره والمتوسطه. كمان في مصر هيبقى كده، عشان كده لازم نساعدك. خلونا نطلع فاصل ونستقبل معانا الاستاذ محمود والاستاذ محمد من شركه مسج. فاصل ونرجع تاني. احنا هنا بنقدم حلول متكاملة لكل خدمات الشحن في مصر. الخدمات اللي احنا بنعملها هي من الباب للباب، بنقدمها لكل عملة الإيكوميرس على مستوى العالم من مصر لكل دول العالم، سواء كان جوه مصر او خارج مصر. دي اهم حاجة احنا بتميزنا، احنا بيميزنا التغليف العالي والكواليتي في الخدمة، وكل حاجة تشمل خدمة البريد السريع وخدمة الشحن الجوي. في مصر هنا كل العملاء كلهم بيبقوا قلقانين من التغليف، احنا مش عندنا التغليف، كل حاجه فيه ممتازه، الكواليتي عندنا ممتاز، قيمه الجوده احنا عندنا قسم للجوده بيعمل كل حاجه وكل شيء متاح عشان يخدم العميل، وبيخدم كل حاجه محتاجها العميل من ماتريال، خدمات شحن، احنا بنوصل من الباب للباب. كل العملاء اللي احنا بنكلمهم بنوصلهم الحمد لله، مش بس يبيعوا في مصر، احنا كمان بنوصلهم ان هم يبيعوا بره مصر. اهمنا الاول والاخير هو ان ارضاء خدمه ارضاء العميل والاهتمام بالشحنه وتوصيل الشيبمنت فروم دور تو دور باسرع وقت وبارخص سعر. تمام، احنا عندنا نقل بحري ونقل جوي ونقل اكسبريس طبعا وكارجو، ده الأهمية الأولى. وفي نفس الوقت إن احنا الشركة بتاعتنا بتهتم بتوصيل الشحنة في أمان، عشان كده احنا السلوجن بتاعنا أو الشعار بتاعنا سند مسج تو مسج، أو ابعت الرسالة الرسالة، يعني بتبعت رسالة من حضرتك وأنت موجود داخل البيت، بنبعت المندوب لحضرتك بياخد من حضرتك الشحنة وبيوديها لحد البيت. واحنا كقسم مبيعات بنساعد العميل على أي حلول أي مشكلة، وبنساعده على تزويده بأي معلومات محتاجاها وتفاصيل، كمان بالاضافه لسعر شحن وخدمه مميزه بتقدمها شركه مسج. كل ما هو عليك يا فندم بتبعت لنا رساله مسج تو مسج، بنفتح لحضرتك اكونت ان شاء الله، بنحكي لك كل التفاصيل اللي حضرتك محتاجها عن الشحن الجوي. اهم حاجه بالنسبه لنا بالذات في قسم الجوده الهاندلنج بتاع الشحنه، من اول ما توصل، من اول ما نستلمها من العميل لحد ما توصل للمرسل اليه. اول حاجه برضو بندور عليها الاوتر باكجينج والتغليف بصيغه عامه، ازاي الحاجه توصل من غير ما تتكسر، ازاي الحاجه توصل سليمه. تمام، الاعتناء بالشحنات هو هدفنا الاول في الشركه. اهلا بحضراتكم، رجعنا مره ثانيه واستقبلنا في الاستوديو الاستاذ محمود فتحي. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً، رئيس مجلس اداره شركه مسج. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد مسعد، وهو مدير بيع شركه مسج. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا مشرفينا. بنتكلم على حاجه مهمه جدا، احنا اتكلمنا قبل لما نصور وقلنا قد ايه ان الاقتصاد الامريكي قائم 65% منه قائم على الشركات اللي هي السمول اند انترميديت بزنس، يعني الشركات الصغيره والمتوسطه. طيب انا لسه بشتغل وعلى قدي ونفسي اصدر بس مش عارف اصدر، هصدر ازاي؟ طب حتى لو جبت من بره كاستمر، طب ازاي هنقل؟ تفاصيل كتير جدا في الشحن، وتفاصيل كتير جدا محتاجه متخصص. المتخصص معانا استاذ محمود النهارده. ازي حضرتك؟ احكي لنا انت بتساعد، اهلا بحضرتك يا فندم، احكي لنا انتوا بتساعدوا الناس ازاي اللي هي تبدا تصدر بره؟ حضرتك دلوقتي احنا كل
اي شركه صغيره او اي مثلا حد عنده ويب سايت عايز يصدر عليه، اي مصنع صغير، حتى احنا بنصدر المصانع الكبيره الحمد لله والمصانع الصغيره، بس احنا بنتكلم على الصغيرين اللي هم ما يعرفوش ازاي يصدروا. الناس دي احنا بنساعدها في اكتر من مجال. بنساعدها في الاول ان هم يطلعوا الحاجه فعلا اللي هي تتقبل جمركيا وتتقبل في الدوله اللي هي رايحه لها، ده رقم واحد. رقم اتنين بنساعدهم برضك في حضرتك اوراق بتطلب، في ناس كتير جدا بيبقى الاوراق المطلوبه منهم هناك ما يقدروش ان هم مش عارفين اصلا ان في ورق، فممكن يصدر هو شايف ان هو ممكن يصدر المنتج بتاعه وما بيكملش ورقه، فبيضطر ان هو الشحنه دي ترجع. طب احنا بنساعده في الموضوع دوت، بنساعده من اول التغليف بتاع الشحنه، بنساعده من اول حتى السعر، احنا بنجيب له السعر اللي هو يتوافق معاه اللي هو يقدر يزود بيعه فيه. مثلا لو قلنا ان مثلا السعر، لا احنا بنعمل خصومات كويسه جدا في اسعار الشحن الدولي وكل دول العالم، بنعملها عشان خاطر تزود حضرتك الايه البيع بتاعك. البيع بتاعك بيبقى منقسم لاكثر من قسم، مش بس ان احنا باخد منك الشحنه عشان اصدرها لك وخلاص، لا احنا بنغلف الشحنه، بنكمل لك ورقك كله بقى. يعني مثلا لو حضرتك عندك مشكله في الورق الجمركي، احنا بنقدر ان احنا نكمل الحته ديت. بقول لك ايه الورقه اللي ناقصه، في ورقه مثلا بتبقى، في ناس بتبقى مثلا مصدره ما تعرفوش ان في حاجه اسمها شهاده منشا. شهاده المنشا دي مثلا بتبقى في دي بالنسبه للدول العربيه شهاده منشا، في بالنسبه برضك شهاده المنشا للدول الاوروبيه، دي اتفاقيات بتبقى بين الدول وبين بعضها، زي مثلا يورو 1 ديت بتوفر كتير جدا لانها بيبقى في اتفاقيه بين الدول وبين بعضها. احنا عاملين اتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي، ان احنا بنعمل هنا حاجه اسمها شهاده منشا، وده بيبقى للشركات الصغيره، احنا ممكن نعمل لهم شهاده المنشا هنا وبنظبط لهم ورقهم كله مع الحكومه المصريه، وشهاده المنشا دي بتسمع في نفس الوقت مع البلد اللي هي رايحة لها. فطول ما الورقة دي موجودة بيحصل تخفيض في الجمارك، في حاجات بتوصل لحد 10% و5%، وفي دول ومعظمها في أوروبا ان بيبقى زيرو جمارك، بس هو بيبقى عليها ضرائب بس. كويس قوي النقطة دي، لان انا كراجل مصنع لسه على قدي ولسه ببدأ. تمام. فانا لقدر انا سمعت قصص بهذا الحجم ان هم ممكن يصدروا ويكون يا عيني خلاص حتى بيستلف حق اللي هو يشتغل ويعمل واخد قروض واخد عايز، الراجل عايز يشتغل، وتبص تلاقي هوب تلاقي الطلبيه واقفه هناك في الجمارك على حته ورقه ما تساويش دولار واتنين دولار، ويعيني بعد كده بيخسر اللي وراه واللي قدامه، خلاص ما بيقدرش يشتغل تاني. لا، فوجود متخصص زي حضرتك ده اظن هيحل المشكله دي بشكل كبير جدا. تقول لي قبل ما انا اسافر ده صح كده ولا مظبوط؟ ايه؟ الدوله كمان بتوفر الاتفاقيات ديت، والاتفاقيات ديت معظمها بتبقى في صالح المصدر. ده بيبقى مثلا زي ما فهمت حضرتك، شهاده المنشا دي بتبقى عشان تسهل الامور بيننا وبين بعض في التعامل. انا بصدر، بيبقى اللي بيعمل شهاده المنشا ده بيبقى ليه اولويه هناك ان هو ياخد زيرو جمارك مثلا. هي والدوله هي اللي طبعا هي اللي بتعمل الاتفاقيات كلها. بيشجعوا كل المستثمرين الصغيرين. يعني حضرتك في مثلا اوراق معينه، لو حضرتك مثلا ورشه حرفيه وعايز تصدر هتقدر تصدر، لان يعني الدوله بتدعم ورشه عاديه ممكن طبعا. الورش الحرفيه مدعومه من الايه، من الدوله. هي فبيقدر ان هو يصدر، وبتبقاش عليه نفس القيود اللي على المصانع الكبيره، لان لازم يبقى في سجلات مصنع وحاجات كبيره كده. لا، الورش الحرفيه تقدر انها تصدر، ما يفتكروش لا ان هي لازم برضك سجل مصنع. دي نقطه مهمه جدا، دايما عندنا في مصر او في الوطن دايما اللي بيصدر ده لازم يكون حاجه كبيره ومصنع كبير وعنده 30,000 واحد شغال. مفهوم غلط. لا طبعا حضرتك بصي، امال الناس الصغيره ديت اللي هي مثلا حد بيقدر مثلا يعني مصر رائده على فكره في مجالات كتير. احنا بنصدر الزي الاسلامي على مستوى العالم كله. اكتر دوله احنا بنصدر ليها الزي الاسلامي بالذات اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، امريكا. طبعا ده بتقولش ولا دوله عربيه. ده احنا لا الدول العربيه فيها كتير، بس الدول اكتر. الدول احنا بنتكلم ان اكبر دول بتستورد من مصر الزي الاسلامي هو فرنسا واسبانيا وايطاليا، دول اول حاجه. بعد يجي بعدهم المانيا، هولندا، اوروبا عامه، بس يعني ايه بتتفاوت، انما اكبر نسبه هي نسبه ده زي الاسلام. ايه تاني بتصدر من مصر اكتر حاجه؟ والله في حاجات كتير، يعني امثله مثلا. يعني مثلا حضرتك احنا طبعا احنا الحمد لله بنصدر برضك خضار وفاكهه وموالح، كل ده بيتصدر. تمام. بنصدر برضك يعني الحاجات بقى اللي هي مثلا بتبقى صناعات تكميليه، اللي هي داخله مثلا في ايه، مثلا بره بتكلف تكلفه عاليه، زي ايه مثلا؟ المطبوعات. هنا في المطبوعات هنا في مصر بتتكلف تكلفه قليله عشان فرق الدولار وكده، انما
لما بيروح نطلبها العميل هناك يطلبها والمصنع هنا او المطبعه هنا تنفذها بتنفذها بثمن ممكن تبقى نص التكلفه اللي هو هيعملها في بلده. تمام. الطباعه برضو جزء مهم جدا في التصدير ده، مهم جدا جدا، وعندنا فرق سعر كبير جدا ممكن يحصل ونصدر بيه. استاذ محمد حضرتك مدير بيع بقى، انا عايز في حته كده كنا اتكلمنا عنها للاسف انا شخصيا بقى فيها، اللي هو الوزن. حضرتك قلت لي وزن ايه الفرق الوزن الحجمي الفعلي والوزن الحجمي. ايه الفرق يعني انا ممكن ادفع فلوس ارخص شويه واقل كتير بالظبط في الفرق؟ ايه الفرق يعني؟ هو العميل اول حاجه لما يجي بيكلمني عليها عايز يعرف سعر الشحن. طبعا لازم اقول له سعر الشحن بيكون على حسب الوزن الفعلي او الوزن الحجمي. الوزن الفعلي اللي هو الحاجه على الميزان، الوزن الحجمي اللي هو حجم الكرتونه اللي هو مغلف فيها او تغليف عن طريقنا. اوكي. اللي هو الطول في العرض وارتفاع على 5000. ايهما اعلى في الوزن بيكون بنحسب للعميل التكلفه بالظبط. كويس جدا. يبقى قصه ان انت كمان دي انت بتمانجها، انت اللي بتعملها، انا ما اعرفهاش. بالظبط بالظبط. يعني حضرتك بتاخد بقى الحاجه وتقول لي خد بالك انا لو بالحجم ده هيبقى كذا والحجم صح كده؟ بالظبط كده. طيب قول لي بقى اكتر على السوق المصري، انتوا متوسعين فيه ازاي كمسج؟ احنا في مسج دلوقتي احنا مغطيين كل محافظات الجمهوريه كلها. هاي. وان شاء الله عن قريب بنعمل خدمات مميزه نميز بيها العميل بتاعنا. وان شاء الله التسليم بيبقى سريع ما بين 3 4 ايام بكتير قوي. بنغطي محافظات الصعيد والدلتا ووجه بحري والقنال والقاهره والجيزه. يعني انتوا كمان عاملين يعني تغطيه لكل يعني محافظات مصر صح كده؟ وخلال قد ايه بتوصل بقى الشحنه؟ ان شاء الله يعني لو القاهره والجيزه 24 ساعه، وفي عندنا ان شاء الله خدمه هنعملها قريب سيم دي ديليفري في نفس اليوم. أوكي. تسليم العميل في نفس اليوم. تمام. بالنسبه للوجه البحري والدلتا والقناه والصعيد من 3 ل 5 ايام ان شاء الله، او قبل كده باذن الله التسليم يعني. ده غير مسج تو مسج يعني انا هبعت لك بالظبط. هو عميل زي ما قلت هتجي لي لغايه عندي وتاخد الحاجه صح كده؟ بالظبط. هو بيكلمني التليفونات اشتغلت كتير، فاحنا المره دي يا ريت الناس تبقى تتعلم. طيب التليفونات بص ما تتصلوش كتير، انت ممكن تبعتوا اتصلوا برضه اتصلوا برضه. احنا بنتصل يعني حتى اللي بيبعت لي رساله احنا بنتصل بيه. هي طيب خلينا بقى نروح، احنا كل سنه طيبين بقى داخلين على اجازات بقى الكريسماس والاجازات راس السنه. لما بتيجي تشتري بتبقى فاكره نفسها ان هي خلاص هو الثمن اللي مكتوب ده فعلا هو الثمن النهائي. فبيجي مثلا يعني في مكالمات كتير بتجي لي عايز اجيب تليفون مثلا، فباجي اقول له مش تمام نجيب لك تليفون. طب هو التليفون موجود بكام على الموقع؟ يقول لي مثلا ب 20 ايه ب 20 دولار مثلا. طب ماشي، هو انت ال 20 دولار ديت اللي انت بتتكلم عليها ده فسيل، ده الشركه المصنعه منزله التليفون ده مثلا ب 100 دولار. ال 100 دولار دي انت هتدفع منها قد ايه؟ جمرك، في جمرك وفي ضريبه تمام، وفي نولون، وفي يعني كل الكلام ده لازم ان انت هتدفعه. اول ما اقول له مثلا لا ده انت هتدفع شحن عليها وهتدفع جمرك قد كذا وهنجيب ورقه. طبعا بالنسبه للاتصالات يعني اي جهاز محمول لازم يخش مصر لازم يتعرض على وزاره الاتصالات الاول. لازم وزاره الاتصالات تدي بيرميشن تدي للناس اللي برضك شايفين ان مثلا ايه يقول لك ان في علاج ظهر مش عارفه علاج اشتري كتير. لا ده في حاجه اسمها وزاره صحه ولازم ياخد موافقه، لازم ياخد موافقه صح كده الموافقه دي. طبعا في حاجه اسمها مستخلص بيشتغل على الشحنه ده بيمشي بياخد فلوس في الاخر هو بيلاقي ان الدنيا اتكعبلت عليه. طب ليه؟ طب ما حضرتك اتصل، احنا بنقول لك انت عايز تشتغل، انت عايز تستورد ملابس مثلا يعني عايز تيجي عاجبك تيشيرت وعاجبك طقم كده طقمين ماشي ماتو. اكيد طبعا اكيد على طول. هو وانس العميل يكلمنا ان شاء الله يعني يبعت لنا رساله او يكلمنا على الواتساب او يكلمنا على الصفحه هنقول له التفاصيل كلها. هاي. ازاي يشحن وازاي يجيب يصدر وازاي يجيب حاجه من بره مصر. طيب احنا عايزين بقى اوفر للحلقه دي. لا الاوفر ارقام التليفونات الناس دلوقتي كويس جدا. هو الناس النهارده تتصل بيا تقول لي بس هو عايز يصدر ايه؟ واحنا هنعمل له خصم كبير جدا، ممكن الخصم يوصل لحد 50% للاوزان الكبيره و30% للاوزان الصغيره. 50% خصم اهو، الحقوا واتصلوا وشوفوا. لو عايزين امازون والاي باي اتصلوا وعرفوا، لو عايز تصدر اتصلوا وعرفوا من مسج تو مسج، كمان مش محتاج تتصل انت ممكن مسج تو مسج. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا على اللقاء الممتع دوت اللي انا اتعلمت منكم كتير والله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود. شكرا على المعلومات القيمه من مسج تو مسج. ربنا يخليك. واشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مسعد، كنت معانا في فقره يعني جميله والله. الله طبعا انا دايما اسمع عن حاجه اسمها اليورو 1. اليورو 1 دي اتفاقيه اتعملت ما بيننا وبين اوروبا. دايما يقول لك احنا هنجيب الحاجات هناك بارخص، حاجات بارخص. عمري ما سمعت حد يقول لك طب انا اليورو 1 استفيد منها ان انا كمان اصدر، لان هناك هيبقى السعر كويس جدا جدا. ارجوكم احنا عندنا في تو باس وايز، احنا نصدر كمان ونستورد، خدوا بالكم من الموضوع ده مهم جدا. اشكركم شكرا جزيلا، وخلونا نطلع فاصل ونستقبل معانا الدكتوره رنا، هنتكلم وهي اخصائيه التغذيه العلاجيه وصيدلانيه، هنتكلم على المناعه. القصه كلها مش كورونا، هي كورونا موجوده ربنا بقى يزحها عننا احنا تعبنا، بس كمان في برد وفي مناعه ولازم نقوي مناعتنا. خلينا نطلع ونستقبل معانا الدكتوره رنا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك، ورجعنا مره تانية
واستقبلنا معانا في الاستوديو الدكتوره رنا مجدي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره. اهلا بحضرتك. وهي صيدلانيه واخصائيه تغذيه علاجيه ومدرس مساعد في جامعه مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا كنا بنتكلم على المناعه والمناعه قد ايه بقى احنا اليومين اللي فاتت يعني انهكت وخلاص. احنا خدنا قرار ان احنا لازم ننزل نشتغل. احنا قلنا يا اما اللي ما يماتش في الكوفيد 19 هيموت من الجوع، ما احنا لازم نشتغل، هنعمل ايه؟ يبقى اذا انت ومنعتك، انت ومنعتك، وده قرارك، سوشيال ديستانس، تبعد بعيد عن بعض شويتين عشان نقرب، وكمان منعتك. النهارده معانا الدكتوره رنا عشان نتكلم على المناعه. يعني ايه مناعه بقى، وازاي استثمر في مناعتي، واعمل ايه في المناعه؟ تمام. مبدئيا احنا زي ما احنا قلنا ابتدينا ننزل واولادنا ابتدوا يروحوا مدارس، فخط الدفاع الاول مناعتنا هي دي اللي هنقدر نتحكم فيها ان احنا نقويها عشان تحارب الفيروس، سواء برد، كورونا، اي حاجه، نبقى مستعدين. طيب انا اهم حاجه ببقى مركزه ان انا مش عايزه المناعه بتاعتي تتشتت او تحارب حاجه تانية غير الفيروس، فلازم ابقى مريحه الجسم. عشان كده لازم انام كويس جدا، يعني على الاقل 8 ساعات في اليوم، بالذات الاطفال اللي بيروحوا المدارس. في ناس بتسهر، تصحى الصبح تروح تعبانه، فدي عرضه اكتر انها تصاب باي فيروس. يعني السهر مش جدعانه. بالظبط. لا احنا عايز برضو وبالليل، يعني منعت. مثلا من 12 ل 8 ما سهرش، الناس اللي ما بتشتغلش مثلا ما نقلبش اليوم، كل دي حاجات بتخلي مناعتي ما تركزش في انها تحارب الفيروس. كمان حاجه مهمه جدا الميه، لازم اشرب ميه كويس جدا، جسمي ما يبقاش فيه اي نسبه جفاف، دي مهمه جدا. حاجه تانية الستريس، احنا غصب عننا ساعات بنبقى ستريسد، انا خايف اعيا فبالعكس كده بضعف مناعتي، والستريس ده ساعات بيبقى حاجه غصب عننا. احاول ان انا مثلا اعمل رياضه، اشغل نفسي بحاجه تانية عشان ما ابقاش مركز في التوتر. كمان التدخين من الحاجات اللي انا لازم ابعد عنها، دي كلها حاجات تقدر تخلي جهاز المناعه بتاعي مركز في ان هو يحارب اي حاجه يتعرض لها. كويس جدا. ونيجي طبعا بقى لاهم حاجه، وهي العناصر الغذائيه اللي اكلها عشان تقوي مناعتي. أوكي. طبق السلطه ده كل ما كان ملون، كل ما كان فيه طماطم وخيار وفلفل الوان، كل حاجه، كل ما كان زود مناعتي اكتر. كويس. طيب زي ما قلنا مثلا فيتامين سي، الحاجات اللي فيها فيتامين سي احاول ان انا اخدها، الفلفل الالوان، الكيوي، البرتقال، كل الحاجات دي. الزنك زي مثلا موجود في اللحمه، المكسرات، الشوكولاته الغامقه، وطبعا فيتامين بي وفيتامين د، دول مهمين جدا، الاقيهم في السالمون وفي البيض وفي اللبن. احاول في الايام دي ان انا ابقى اكلي يعني العناصر الغذائيه بتخش لي كامله. يعني حاجة يعني خضار. ربنا خلق لنا صيدليه تغذيه. بالظبط. بما انا حضرتك تغذيه علاجيه طبيعيه كلينيكال فارماسي، احنا بنتكلم على يعني هي دي صيدليه مش محتاج. بالزبط. احنا مش هنبيع يعني، بس برضو يعني يعني بس ده حق ربنا طبعا. يعني الالوان، حضرتك قلتي كلمه جميله جدا، اي خضار فيه الوان ده معناه فيه الانتي اوكسيدنت، صح كده؟ مضادات الاكسده. مضادات الاكسده اللي بتحارب، بتدافع عن جسمي. ايه حكايتها بقى مضادات الاكسده دي؟ دي اللي بتدافع عن جسمي. هي دي، مش احنا بنتعرض لسموم وبنتعرض لعوادم واكل مش نظيف والتراب طول ما احنا والاكل مش عارف فيه ايه، صح كده؟ بالظبط كده. كل دي حاجات بتعمل حاجه اسمها فري راديكلز، حاجات مش كويسه في جسمي. مين اللي بيحارب الحاجات دي؟ مضادات الاكسده، زي مثلا الحاجات فيتامين سي، الشاي الاخضر، الحاجات دي كلها. تمام. طيب الفيتامين سي، يعني وجدوا ان في الاستاديز وفي بعض الدراسات بتتكلم على لما يبقى في انفكشن في الجسم او في عدوى، لما بيقيسوا نسبه الفيتامين سي دايما بيلاقوها قليله. طبعا ما هو حاله علاقه بقى، دافع عن الجسم فاستنفذ. في خناقه، في خناقه في الجسم بقى شغاله. فقعد يحصل له استنفاذ للكميه دي لحد ما قلت خالص. وخلي بالك ان المناعه مش بس بتحميني، ده انا لو انا مناعتي كويسه، لو حصل لا قدر الله وعييت، انا هيجي لي الدور خفيف. أوكي. فعشان كده بقى نلاقي نسبه الفيتامين سي لو هي كويسه قلت، بس انا ما تعبتش قوي. فدي كلها حاجات او يعني دفاع عن جسمي. اوكي. يعني وجود الفيتامين سي نفسه هو يعتبر هو الحارس لينا بعد ربنا سبحانه وتعالى في از انتي اوكسيدنت. طبعا من الحاجات، طبعا هو اكتر، يعني في اكتر من فيتامين سي، حاجات تانية بس هو من الحاجات المهمه قوي او من الحاجات المفيده جدا. طيب الزنك بقى ايه وضعه في الموضوع؟ الزنك بقى ده طبعا مهم جدا لمناعتنا، ده غير ان في جسمنا انزيمات كتيره قوي ليها شغل وليها وظايف في الجسم، زي مثلا انها تحول دواء من الماده اللي مش فعاله للفعاله، انها تكسر اكل معين بناكله. كل الانزيمات دي معظمها حوالي 100 نوع منها معتمد في شغلهم على الزنك. فبالتالي يعني حته الزنك دي ممكن تشغل كام انزيم معانا عشان يعمل يعني عمليه في الجسم الافضل، صح كده؟ ده غير طبعا اهميته في المناعه. عشان كده لازم ابقى انا مركزه قوي ان فيتامين سي والزنك في جسمي بالكميات المظبوطه. طيب انا هعمل ده ايه؟ يعني هم طبعا سمعنا في الاف دي اي طبعا وفي مصر هنا بيتكلموا على الار دي اي، صح كده؟ ايه الار دي اي دي بقى بوينت مهمه جدا. الار دي اي دي الريكومندد ديلي الاونس، او الكميه اللي جسمي محتاجها
علشان من الفيتامين يعني والمعادن علشان يفانكشن كويس او يعمل وظيفته كويسه. أوكي. تمام. الكميه دي وصلنا لها ازاي؟ عملنا ابحاث او دراسات على ناس صحتهم كويسه وطلعنا بالكميات اللي المفروض ناخدها من فيتامين سي ومن الزنك ومن كل المعادن والفيتامينات، ناخد الكميه دي في اليوم يعني ريكومندد ديلي الاونس في اليوم. أوكي. علشان جسمي ما يبقاش عنده محروم منها، وفي نفس الوقت لو زودت عن الكميه دي بكتير قوي تبتدي تظهر لي الاعراض الجانبيه بتاعه الفيتامين والمعدن ده. دي نقطه بقى مهمه جدا. بالزبط. يعني يجي يقول لك فيتامين سي، بص الناس بتقول 1000 مش عارف الجرام بالكيلو، احنا بنقيس بالكيلو. لا ما ينفعش يعني، هي القصه برده مش ان انا اقعد يعني اخد طبعاً فيتامينات واخد زنك ولا معدن. صح. كمان في حاجه مهمه قوي، انا جسمي مش هيخزنه، انا هاكل مثلا 10 برتقانات هم هيوجعوا لي بطني. أوكي. مش هيفيدوني الاسبوع اللي قدام. أوكي. لو انا خدت واحده او اتنين، انا خدت الار دي اي او الريكومندد ديلي الاونس اللي جسمي محتاجها وخلاص. يعني مثلا من فيتامين سي الرجال مثلا ممكن يحتاجوا 90 ميلي جرام. أوكي. السيدات يحتاجوا من 50 ل 60 ميلي جرام في اليوم. أوكي. الزنك برضو نفس الكلام، الرجال ممكن يحتاجوا حوالي 11 ميلي جرام، السيدات حوالي 8 ميلي جرام. يعني هنتكلم على حاجات بسيطة، حاجات بسيطة جدا. بالظبط. يعني مش 1000 و2000 والكلام اللي بنسمعه ده. بالظبط كده، حاجات بسيطة. اوكي. طب الليمتلس سي زنك بقى، نيجي بقى هنا لأهمية السبلمنتس. انا لما بقول لك ار دي اي، احنا ساعات بنخرج كتير مش مركزين في اكلنا. أوكي. ابني مش راضي ياكل فاكهه، بيروح المدرسه، مامتي مثلا كبيره في السن واكلها قل. أوكي. فبنبقى قلقانين ان الكميه دي دخلت جسمنا. كويس. فنيجي بقى ساعتها لاهميه السبلمنت. يعني هو لو بياكله طبيعي وبياكله بجد اوكي، بس احنا عندنا مشكله ان احنا ما بقاش عارفه كلت ايه بالنسبه لنا دخلت جسمي، وبالذات واحنا بنروح الشغل وبنرجع نودي ولادنا مش عارفه ايه فمتلخبطين. يبقى البديل بالظبط، فانا اخد الار دي اي او ريكومندد ديلي الاونس من السبلمنت او المكملات الغذائيه زي مثلا الليمتلس سي زنك. الليمتلس سي زنك يمكن هنشوف صورته دلوقتي معانا على الشاشه. احسن حاجه بقى ان هو جامع بين الزنك وفيتامين سي، وطبعا دول اهم حاجتين للمناعه. اوكي. حتى لما حد بيصاب بالفيروس هو الحاجه الكومن لكل الناس فيتامين سي والزنك. بالظبط زي ما احنا شايفين صورته كده. ميزته كمان ان هو اظن هو برضو تابلت. هو تابلت استحلاب. بالظبط كده. بيخلي الحلق مترطب، فبالتالي عارف لما يجي لك دور برد وتحس ان انت زورك هيبتدي يوجعك. تمام. فده يبتدي يرطبه. اوكي. فيمنع لي ان انا يجي لي اي فيروس او انفكشن. يعني كمان بيبقى شغله لوكال. بالزبط. على الزور نفسه. لوكال ده غير ان هو بيديك بقى الار دي اي او الكميه اللي انت محتاجها اللي جسمك محتاجها في اليوم، وينفع لكل الافراد يعني من اول الاطفال من اول 6 سنين لحد الكبار، ينفع لكل الاعمار. طب بس الجرعه في الاطفال ايه وفي الكبار ايه؟ الاطفال ياخدوا قرص في اليوم، والكبار. تمام. ممكن ياخدوا قرصين في اليوم. كويس جدا. يعني قرص واحد بس هو للاطفال. للاطفال وقرصين للكبار. يعني كل 3 ساعات بقى، كل 8 ساعات او بتاع، ولا واحده يعني مره واحده في اليوم بس؟ لا عادي، هو قرص استحلاب. فاهم؟ في ناس مثلا بتحب تاخده الصبح، ومره الصبح ومره مع الغداء. أوكي. مره الصبح ومره بالليل. ممكن ياخدوه مثلا الاثنين الصبح. اوكي. لو مثلا مش عايزين يجي لهم شويه ارق بالليل ياخدوهم الاثنين الصبح. لكن هو ده كفيل ان انا خلاص يعني انا عايز الار دي اي زي ما حضرتك قلتي، او الكميه اللي انا عايزها في اليوم انا خدتها بالظبط من قرص او من قرصين، سواء كان طفل كده او كبير. بالظبط كده. وطبعا لما انا باخد الاي دي اي دي بيبقى الدواء ما فيهوش اي اعراض جانبيه خالص، ولا وجع بطن ولا اي حاجه. ولا حتى ارق ولا حاجه، لانه انا واخده الكميه اللي جسمي محتاجها مش ازيد. كويس جدا. طيب ده بالنسبه للليمتلس سي زنك، لانه اسمه سي زنك عشان فيه الاثنين، صح كده؟ الاثنين. طيب الاثنين بقى لكم يعني فيتامين سي زي ما احنا قلنا بالار دي اي اللي احنا عايزينه ومحتاجينه، وبالزنك كمان في وجوده بنفس الكميه اللي جسمي محتاجها. ده هيفرق ايه بقى في مناعتي؟ هيقوي لي طبعا مناعتي. زي ما احنا قلنا الستور او يعني اللي متخزن في جسمي في اللي محتاجه في اليوم انا خدته. اوكي. والله انا خدت بقى حاجات فيها تمام، بس انا كده ضمنت ان الكميه اللي جسمي محتاجها عشان مناعتي تشتغل كويس، وعلشان الانزيمات بتاعتي تشتغل كويس، وعشان يبقى عندي مضادات اكسده في جسمي، انا ضمنت ان انا بالقرصين دول لو انا كبير اخدتها، ولو هو طفل اخد بقرص واحد الكميه دي. يعني في الايام العاديه احنا عايزين مناعتنا تبقى كويسه، فلازم برضه ناخد بالنا. ما بالكم بقى بالايام دي؟ فاحنا بالظبط الايام دي هو انا خط دفاعي ده الاول. وقتها. ده وقتها، وده اللي اقدر اعمل اكتر حاجه اقدر اعملها مع طبعا الاجراءات الاحترازيه، الماسك والالكول. طبعا الحاجات دي مهمه جدا. المشكله ان احنا ساعات بتاخدنا الدوامه، احنا نزلنا فخلاص. أوكي. لكن مهم جدا ان انا ابقى باخد الاجراءات الاحترازيه مع الفيتامين. بالظبط. يعني ما انساش برضه الكمامه لسه موجوده، السوشيال ديستانس، والألكل، المناعه
وخلي بالي وكل ده، هنلاقي ان احنا بقينا اصلا بيجي لنا برد لو عملت الحاجات دي اقل من الاول، فده كده كده في مصلحتي. تمام. ليميتلس سي زنك برضو معانا فيديو، خلينا نشوفه برضو في يعني ايه الار دي ايه بتاعت الفيتامين سي، ويعني ايه بتاعت الزنك، وقد ايه هذه المكملات الغذائيه مهمه جدا جدا في المناعه بتاعتنا، صح كده؟ تمام. يمكن لما بنشوف في الفيديو بيتكلم برضو على نفس الكلام اللي قلناه للكبار وللاطفال. ليه اللي هو السي زنك؟ لان هو كمان مستحلب، موضوع الاستحلاب ده بيبقى اريح يعني. أوكي. مريح لو حد ما بيحبش يبلع وبيرطب الزور. أوكي. فبستفيد من الموضوع ده. دبل سترينث الاثنين بالظبط، يعني لما يحصل امتصاص كمان داخلي جوه الجسم ازاي بيأثر في المناعه بوزيتيفلي، وكمان امتصاصه اعلى يعني اسرع. اوكي. لما بيكون استحلاب بيبقى الامتصاص اسرع واعلى، فدي تمام. احسن من لما اخد قرص. طب حضرتك كصيدلانيه بقى في صيدله التغذيه العلاجيه في الحته دي، والبيشنت اللي بيجي لك اليومين دول وبيتكلم بقى في الحته دي كحضرتك خبيره بقى في التخصص المهم جدا في الصيدله، واحنا عارفين الصيدله فيها اكتر من 25 تخصص دلوقتي. طبعا. يعني طبعا مع احترامنا التخصص المهم جدا والصيدلي المجتمعي اللي واقف في كل 100 متر في مصر، لكن كمان في تخصصات اخرى موجوده في المستشفيات وموجوده في القطاعات كلها. منها صيدله التغذيه العلاجيه. صيدله التغذيه العلاجيه دوره ايه بقى دلوقتي في ان هو يوصل للبيشنت او للمريض المصري والوطن العربي ايه؟ طبعا الدور مهم جدا ان ناخد بالنا ان الاكل بتاعنا المكملات الغذائيه من الحاجات المهمه جدا، سواء بقى انا محتاجه دواء او مش محتاجه دواء، من الحاجات اللي فعلا بتقوي لي مناعتي وتحميني من اي فيروس، من انفلونزا. حتى دلوقتي طبعا لما يجي لنا انفلونزا بنقلق ونتوتر طبعا، فعشان كده يفضل ان انا ابقى مجهزه مناعتي، ان انا لو تعرضت لاي فيروس او اي حاجه انا مناعتي كويسه جاهزه، حتى لو جالي يجي لي دور خفيف. صحيح. فبالتالي ابقى انا في السيف سايد، او ان انا كويسه من الاكل ومن المكملات الغذائيه. وصيدله التغذيه العلاجيه في ظهرك، ما تخافش. صح كده؟ بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. شكرا جزيلا دكتوره رنا، شرفتينا، وبصراحه كانت معلومات قيمه جدا جدا في المناعه وازاي نستثمر في مناعتنا. اشكرك شكرا جزيلا دكتوره رنا. طبعا كان معانا في الفقره دي فقره مميزه مع الدكتوره رنا، اشكرها شكرا جزيلا طبعا على المعلومات القيمه في المناعه، وطبعا كمان اشكركم شكرا جزيلا على الحلقه وعلى وجودكم معانا كل اسبوع يوم الخميس الساعه 4 العصر والاعاده الجمعه. اشكر كمان مكتب الشرق، لان مكتب الشرق مهم جدا بيدينا كل الماكتس بتاعتنا اثناء الموسم بتاعنا في البرنامج. اشكركم شكرا جزيلا، وعلى وعد اللقاء الخميس القادم الساعه 4 مساء. شكرا جزيلا، وقاكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.